السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: العبادي يتحدث عن تحسن مستوى الطاقة في العراق، في المقابل غضب شعبي من الانقطاع المستمر للكهرباء. لدينا أيضا ضمن عناويننا: استمرار انتشار ظاهرة سرقة أغطية المجاري في العراق والضحايا في تزايد. وأيضا ضمن العناوين لدينا: الصدر يقول أنه يعرف المسبب بتفجير مدينة الصدر والأهالي غاضبون من انتشار المفخخات. وأيضا لدينا: انتشار ظاهرة خطف الأطفال والاعتداء الجسدي والجنسي عليهم في العراق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال حيدر العبادي في مؤتمر صحفي أن هناك تحسنا واضحا لإنتاج الطاقة الكهربائية في بغداد وفي المحافظات العراقية بشكل عام، فلنستمع. استطعنا الحمد لله في مجال آخر رفع إنتاجية الطاقة الكهربائية، وتجاوزنا تم تجاوز الأزمة المؤقتة اللي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب صيانة لعديد من المولدات، وهناك كانت أيضا إخفاقات في مجموعة من المفاصل في وزارة الكهرباء، الحمد لله تم معالجتها، وبالتأكيد أكو هناك تحسن واضح من خلال متابعتنا لإنتاج الطاقة، لأن عندنا رصد لإنتاج الطاقة والطاقة المسلمة إلى كل محافظة من المحافظات. هناك ارتفاع واضح عما كان عليه سابقا في تقديم الطاقة للمحافظات، وإحنا مستمرين الحمد لله. هذا حديث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المسؤول الأول في البلد عن الكهرباء، ولكن حديث السياسي دائما ما يتناقض مع حديث المواطن عندما يكون المواطن يعاني. مناشدة من قضاء الزبير في محافظة البصرة بغياب الكهرباء منذ يومين، طبعا مع قدوم عيد الفطر المبارك، معاناة كبيرة للمواطنين في محافظة البصرة. دعونا نستمع. السلام عليكم وصباح الخير وصيام مقبول وذنب مغفور. ساعة 4:30 فجرا، زين، أنا والضحايا الشعب العراقي في قضاء الزبير، حاليا أنا في قضاء الزبير منطقة حي الخطوة. طبعا هاي دائرة الكهرباء اللي ذاك اليوم صورتها ورديت مرة ثانية صورتها، طبعا عناد ويانا بالمنطقة أخوي كاف ذاك اليوم يقولون لا هو الحالة قاعد يسولف. أنت وين ساكن؟ بدور الخطوة. بدور الخطوة، شنو موضوعك عمي؟ من يمتى طافي عليك الكهرباء؟ الساعة 10 بالليل. من الساعة 10 بالليل. شنو موضوعهم؟ شو يقولوا لك؟ يقولوا لي ال 132 واقع. ايه، ايش كثر صار له واقع؟ والله يقولون صار من الساعة 12. من الساعة 12 واقع، وكل ساعة طافية الكهرباء طبعًا. بالمناسبة الكهرباء تجينا كل نص ساعة. نص ساعة ويطفونها، ربع ساعة ويطفونها، نص ساعة ويطفونها، يعني مشتغلين علينا من ذاك اليوم، من سوينا مناشدة لحد الآن حطونا بروسهم حي الخطوة. أنت عمي وين ساكن؟ حي الخطوة. حي الخطوة عمي، شوفوا سروال وفانيلة، خافوا تقولون بدر قاعد يشهر أو شيء، أو يحكي على الناس وهم ناس مساكين وما مسوين شيء. شنو موضوعهم عمي؟ موضوع على مود الكهرباء. إيه. على مود ال 132 طايح، ومن الساعه بالعشرة لحد الان. من كان ما طايح؟ كانت تطفى ولا لو ما تطفى؟ هم تطفى. هم تطفى. شفتوا كهرباء هذا الاسبوع؟ رمضان. رمضان الله، هذا رمضان كريم عمي مال الاسلام، تطفون الكهرباء على الناس وعلى الشعب. تفضل عمي، هذا هم مواطن عراقي. نطلب من مجلس محافظه البصره، نعم، يدز لجنه لقضاء الزبير، نعم، ويشوف مشكله حي الخطوه شنو. نعم. هنا اكو عناد من الدائره، من الدائره منطقه الخطوه. طبعا هذا المدير مديرها صباح بدران اللي ذاك اليوم انا ذكرته. لجنه من المحافظه للزبير، والنجار اللي اللي ينكرنا، تعال عمي تعال شوفنا، تعال شوف الشعب. انت عمي منين؟ وين ساكن؟ عمي هاي الشهداء، هذا منطقه الشهداء هم طايح. ثلاث ايام ما عندنا كهرباء. ثلاث ايام ما عندهم كهرباء. والكهرباء تروح عليه ذي كم الخطوه المتنقله، يقولوا له طفي خلينا نسوي العطلات، ما يطفي. استمعتم مشاهدينا الكرام الى راي المواطن العراقي بقضيه الكهرباء من عدمها، وجودها من عدمها. نتابع الان اراء مجموعه من المواطنين العراقيين من قضاء المسيب. هناك اختناق شعبي بسبب انقطاع الكهرباء، يدعون في هذا المقطع من قاطع الانتخابات إلى الانتفاضة ضد هذه الأحزاب باعتباره رافض لهذه العملية السياسية، فلنشاهد. أبو البث مفتوح عادي؟ إيه. أريد أنزل نزلة دوسة ونص. انزل. رمضان الأكشر على رؤوسكم إن شاء الله السياسيين.
يعني انتم مثل ما عزفتوا على الانتخابات وما رحتوا انتخبتوا القله القليله اللي بقت، اتمنى هسه انتم تنتقضون وتطلعون على ذول اهل الكهرباء. يعني احنا ابسط شيء هسه هي محطه كهرباء، هاي المحطه مال الطاقه ابسط شيء هنا، ما تبعد تقريب كيلو ونص كيلو وين كهرباء بالمسيب ماكو، ام الشهداء هاي المسيب، الله لا يوفقكم ان شاء الله. هذا ما كل اجواء حلوه اصلا، ماكو طعم رمضان بالعراق مع الاسف من وراء هاي الحكومه. بس اريد اقول وزير الكهرباء، اريد اقول له عائلتك تخليها هيك، بس هو ما عنده غيره، شو اسوي له؟ يقبل غيره على بلده، يقبل مرته وبناته بدون كهرباء قاعد بالبيت هسه، يقبل هو يقبل غير هذا الشيء، يقبل جهاله بالامتحانات. امتحانات شلون يعني؟ والله امتحانات تحت الصفر، يعني كهرباء ماكو، حار وعالم صيام، وضعيه تعبانه يعني تحت الصفر. الى متى نبقى هيك ما ندري. وزير الكهرباء هاي وزير الكهرباء ما يستحي يرجي، قاطح علينا ناس سيارة وامتحانات، يعني هاي الطلاب شنو ذنب هي؟ وين تقرأ؟ وين تدرس؟ شو تشوف بالليل؟ وهم صيام. النفسية صفر صارت من ورا دول الحرامية النشالي، الله جابهم علينا مترجمين، دمروا البلد، يعني قيل مقام ما يدري شكو موقف من مسير خلاص. عاطله مولد كبيره ببابي وشك وغاز من الدوله ومشغل سوالته وهاي، وما يدري بالمواطن ايش فيه ما فيه. اما ترجع المجلس البلدي قاعدين بالحسين يا مزارا ناخذين نفسهم، يم الزوار يم الحشيد وعارفين هم هذول. الحسين ترى ما يرد عندكم، الحسين يرد منكم خدمات، مجال طاقه، كهرباء ماكو بالليل كله والنهار كله، والناس صيام طلاب خطير وايد ورا، يعني هسه انا طلاب اريد نقرا وصيام ما نقدر والله، لا كهرباء لا مي، يعني القران مسيب قضام هسه. العباد يقول هواي طينا مليارات بالاسم المحافظ مال بابل، ادري قاعد تموت وراح حارب الفازين واضرب يد من حديد، يعني مين متزمه كلهم حراميه، الله سخرهم علينا ولا ما ادري منين. بعد أن استمعتم مشاهدينا الكرام إلى هذا التناقض بين تصريحات السياسيين وبين حديث المواطن البسيط حول وضع العراق من الناحية الكهربائية، من ناحية الطاقة، الطاقة الكهربائية، لكم الاختيار بمن هو صاحب الحق بهذه التصريحات، هل هي الحكومة، هل هي السلطة المتمثلة بحيدر العبادي الذي يقول بأن هناك انتعاش بالطاقة الكهربائية في العراق وأن هناك كانت مشاكل صيانة فقط، أم أن المواطن العراقي الذي يعاني منذ سنين منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة بانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية عنه وعن منزله وعن حياته بشكل عام. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر، وهي ظاهرة حقيقة منتشرة هذه الأيام في العراق، وهي سرقة أغطية المجاري أجلكم الله. من يقف وراء هذه الظاهرة وانتشارها بشكل كبير خلال هذه الأيام في العراق من حي البنوك ببغداد؟ نعرض لحضراتكم هذا المقطع. عندما تحدث هذه السرقات فهناك أكيد نتائج لكل عمل سيء يحدث في أي بلد في العالم. فتحة من هذه الفتحات للصرف الصحي بدون غطاء التهمت طفلا صغيرا بعمر 7 سنوات في قضاء الحسينية منطقة الجريخي قرب جامع الحسين. هذا الطفل كما ستستمعون بهذا المقطع مشاهدينا الكرام عمر صغير جدا، طفل بريء ليست له أي معرفة ولا علم بما يحدث من حوله، ولكن وقع بسبب هذا الإهمال من السلطة طبعا، وبسبب السرقات المنتشرة، هذه الظاهرة الغريبة جدا التي تحدث في العراق هذه الأيام، فلنشاهد. السلام عليكم، بالقرب من جامع الإمام الحسين بالجريخي طفل عمره 7 سنين اليوم سقط بهاي قبل 3 ساعات بهاي المنهور بدون لا قبر سيفون، وعمره 7 سنين دا يلعبون منطقة الجريخي، وحفروها قبل فترة مجاري الحسينية، الله يسخم وجوههم إن شاء الله. نكبوا عائلة بكملها، نكبوا عائلة بكملها هاي بالقرب من الجامع، هاي الحالة
بأمر الوريد عمره 7 سنين. لا فحسيد ما واحنا مو من ناو تنتهي هي مسألة المنهولات صارت ترى بغداد والمحافظات وكلت تقريبا بال15 من شاب من صغير وشاب يعني غير صرف هيدا العبادي وهاي قالوا صرف هاي الله شاهد طفل قبل ساعتين راح دار حقه عمره 7 سنين بهاي المنهول هاي شوف حتى شاعلين شموع. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى موضوع آخر وهو التفجيرات التي حدثت مؤخرا بمدينة الصدر في بغداد. خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال أن المسؤول عن تفجير مدينة الصدر هرب إلى الخارج إلى خارج العراق وسنسلمه إلى وزارة الداخلية عندما نجده. كان هذا الحديث أثناء لقائه مع هادي العاملي ضمن إطار التحالف الجديد بين كتلة سائرون وكتلة الفتح بزعامة هادي العامري. دعونا نستمع إلى ما قاله مقتدى الصدر. مدينة الصدر فأنا أنتظر أكمال التحقيقات وقد وصلنا إلى درجة جيدة من التحقيقات وعرفنا المتسبب بهذا الأمر وسيتم عما قريب بعد أن نجده لأنه الآن قارب إلى أن نجده سنسلمه إلى وزارة الداخلية لتقوم بواجبه. كما استمعتم مشاهدينا الكرام مقتدى الصدر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية لأنه علم من المتسبب بالتفجيرات التي حدثت وهي تفجيرات لأماكن ومخازن للأسلحة الموجودة في مدينة الصدر، ولكن المواطنون في مدينة الصدر ما زالوا يجدون عبوات لاصقة يعثر عليها هنا وهناك من أماكن وفي مواقع الانفجارات في القطاع 10 بمدينة الصدر. دعونا نشاهد ما الذي قاله المواطن عندما وجد عبوة ناسفة، فلنشاهد. هاي طبعا عبوة ناسفة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف اخوي هذا الموقع الحين يمشي على عبوات والله كريم. المواطنون في مدينة الصدر مشاهدينا الكرام غاضبون جدا من هذه الكميات الكبيرة التي يعثرون عليها من المواد المتفجرة هنا وهناك تحت طبعا في أنقاض هذه الأماكن التي حدثت بها التفجيرات. تساءل الكثير من المواطنين في مدينة الصدر ما الذي ستفعله السلطة؟ هل ستعمر فوق هذه العبوات الناسفة؟ وكيف وصلت هذه الكميات الكبيرة من المتفجرات إلى مدينة الصدر؟ ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر وهو هذه المرة نأتيكم بسفاح، شخص غابت الرحمة عن قلبه كما يصفه العراقيون، ليس وفقط بل حالات كثيرة تنتشر بنفس النهج ونفس السياسة المتبعة، عمليات خطف لفتيات وأطفال بأعمار صغيرة جدا من شوارع المناطق. هذه المرة نأتيكم من شارع المشجر بالغزالية. هذا الشخص قام بالاعتداء على فتيات صغيرات بالسن وقام بالاعتداء عليهن جسديا وكذلك يعني بالاعتداء بالضرب وكذلك بالاعتداء الجنسي عليهم. للأسف الشديد يعني تسبب بعوق لهذه الفتيات وهؤلاء الأشخاص وطبعا لهذه العوائل كذلك، وسنأتيكم بالتفاصيل إن شاء الله بهذه الحلقة حول هذا المجرم كما يصفه العراقيون، فنشاهد. هو صور لا صور النيابة مو نفسي يا البنات. كبر الصورة. اي صور حسي هذا صور ليا واضح كل شيء شان يجي وراه هذا الايفون 6 خليك بعيد انت طول مالك شغل حتى تصوير فيه ده افتح فيديو عمر هو فيديو هذا خالص بس ضيعت اياه ولا روح شوف شان توصل فيه. نكمل مع هذا المجرم، محاولة اختطاف طفلة من قبل نفس الشخص الذي نشرنا عنه قبل قليل بمنطقة الغزالية، هذه المرة بمنطقة الشعلة بتاريخ 6/6/2018. اوه ايها شفتين عوفيتي هسه الولد يخطب بسك شلون يبعد تمشي يا شنو هذا يا جماعة بعد من هنا لبد هنا مرة اي صور يقول لك عاد تعال ما تعرف هيدا؟ ما تعرفوه هيدا؟ ما
ما حدا يعرف بعض بعض مثلا الباب ما بيت العير بعض طب البيت العير شلون جسمه شلون جسمه ما يدري ما بس اركز اركز وش احس وهي جامده كثير شكرا شكرا ما ادري طب البيت العير عباها من البيت العير صح هذا باه شوفي شوفي كان يعني هذا هسه كيف مسكت لحالها اصلا من الشرطه عند بالفيديو هذا يروح ما يروح والان نعرض لحضراتكم مشاهدينا الكرام صور بعد ان تم القاء القبض على هذا الشخص خاطف الاطفال في منطقه الغزاليه والشعله وهناك مطالبه من نشر هذه الصور بان كل شخص لديه دعوه على هذا الشخص الموجود المطلوب الذي تم القاء القبض عليه هو موجود بفوج الشرطة الاتحادية حاليا في منطقة الشعلة بإمكانها يذهب لتقديم الشكوى ورفع الدعوة ضد هذا المجرم بحق المجتمع والمجرم بحق الطفولة والأطفال فنشاهد هذه الصور هذا هو الشخص يبدو من هيئته أنه معتدى عليه أيضا عندما تم إلقاء القبض عليه طبعا هذه صورة أخرى أيضا لديه بعد أن ألقي القبض عليه للأسف الشديد هذه النماذج المؤلمة التي نشاهدها بهذه المقاطع للأسف الشديد مؤلمة بحق الإنسانية مؤلمة للطفولة أن تشاهد طفل يعتدى عليه بهذا الشكل المروع اعتداءات بالضرب وتعويق واعتداءات جنسية كذلك من قبل هؤلاء للأسف الشديد المنحرفين الموجودين في هذا المجتمع نراكم بعد قليل بفقرة أراكم مشاهدينا الكرام هناك موضوع هام للغاية يعاني منه العراقيون بشكل عام وهو موضوع السيارات المفخخة عفوا السيطرات الأمنية المنتشرة في المناطق كثيرة حول المحافظات التي تدخل من خلالها السيارات المفخخة قوات الرد السريع يقومون بالسماح لسيارات الحمل الثقيل بالعبور ولكن مقابل مادي وهو 5000 دينار عراقي كرشوة تقدم إلى هذه السيطرة أو إلى هذا الضابط أو الجندي الموجود في هذه السيطرة مقابل السماح للسيارات بالعبور في سيطرة قضاء طوس خرماتو هناك معاناة كبيرة للأهالي ولكن قام أحد الأشخاص بشكل غير مباشر بالتصوير لهذا الحادث لكشف الحقائق الموجودة في سيطرة قضاء طوس خرماتو فلنشاهد ما راح نسوي لكم بث مباشر من الدوز ياخذون 5000 يلا السيارة الطوب عدوز احنا راح نعطيه 2000 نشوف يقبل بال2000 لو ما يقبل وعلى الله شوف البوق وين وصل يلا الله وكيلك رئيس الجوتين صايمين فلوس ماكو هذا هو اللي اخذ 5000 شوف ذيك سيارتنا راحت على حولي ما انطت فلوس عماد الحنين انتظر لحظه شوف البوق هاي 2000 هذا 1000 وهذا 1000 راح نعطيه اياه اذا يقبل نفوت حدوث السلام عليكم دور الرئيس حلك الحكام انا فائز كاون تراب والله لدياله ان شاء الله لدياله ما ترى منا 5000 قلنا لنا ببلاش ثق ما عندنا غير 2000 ثق جاي اقول لك مو على موشي اتريد نروح منا عادي بس ثق فتك صايمين ومكرشين صايمين اذا عدت ما صايمه طلعك عن حولي لا انت خير اخوانا ما سويت هاي حبيبي ريوقك هاي لحظه هاي ريوقك ريوقك والله حبيبي الغالي حبيبي واخذ الاشياء خاطركم طيب سمعتوا قال المره الثانيه ناخذ ال2000 واضح الكلام جدا ولكن هناك نقطة لفتت الانتباه في هذا المقطع وهو عندما تحدث له السائق وقال له بأنه وسط هذا الحر ونحن صائمون يعني تعاون معنا بمعنى آخر
قال له العسكري أو الضابط أو الجندي الموجود في هذه السيطرة: إن ذكرت كلمة أنا صائم مرة أخرى ستخرج من هذا الطريق وتدخل إلى طريق أكثر صعوبة وربما أطول بكثير لكي تصل إلى مبتغاك. دعونا نشاهد التغريدات أو التعليقات التي جاءت على موقع فيسبوك. أحد المعلقين يقول: والله كل درب لازم أنطي 5000 حتى ما أطب للحولي، وقبل فترة صار حادث لأن أبو السيارة حملة قوي وما أنطاهم لأن هو سايق وأبو المال ما يقبل أنه هو يطي، وتفلشت السيارة بين قوسين ما يخافون من الله. أيضا ضمن التعليقات سيف يقول: حبيبي حتى سيطرة اللج على طريق بغداد ما تعبر السيارة الحمل إذا ما تطي 5000 دينار، وصارت هاي قدامي لكل شرطي تنطي 5000 أو تعبر ما تطي ترجع. باختصار شديد تنطي تعبر ما تطي ترجع. عامر يقول: هذا يدخل حتى المتفجرات ب5000، ليش هيك أرواح الناس عندكم لعبة مو أنتوا أرواح الناس بيدكم؟ لأنه من خلال هذه الرشاوة يمكن للسيارة أن تمر وهي تحمل متفجرات. عدنان يقول: والله صحيح أنا راد مني 5000 الله شاهد، يقسم بأنه حدث معه نفس الموقف. سرمد يقول: إيه والله صحيح قاعد يأخذون فلوس، يعني ليش تنكرون؟ وهذا التصوير قدامكم، هذا إثبات. وآخر التعليقات لدينا أياد يقول فرض القانون خوش قانون، من الله يطيح هيك حكومة فاسدة. هكذا تتعامل السيطرات مع المواطنين، سيطرة الصقور، سيطرات كثيرة. هذه سيطرة أيضا في طوس خرماتو، وهناك معاناة كبيرة لأصحاب السيارات الحمل، مجرد سواق يقودون هذه السيارات الكبيرة لنقل بضائع من التجار إلى تجار آخرين، يعانون حقيقة في هذه الأماكن. هناك من يبقى في هذه السيطرات لأيام، تفسد البضائع في كثير من الأحيان، معاناة كبيرة لمن لا يستطيع الدفع حتى يعبر. نراكم بعد قليل. طبعا بفقرة هاشتاج هناك الوسم بخصوص طبعا تحالف مقتدى الصدر مع هادي العامري الفتح وسائرون. نتابع التغريدات سريعا التي جاءتنا على هذا الوسم. غيث يقول: أستطيع أن أطمئنكم خيرا، لن تحترق صناديق بعد الآن ولن تتفجر أكداس العتاد بعد الآن، وسوف تتم المصادقة على نتائج الانتخابات قريبا، واللبيب بالإشارة يفهمه. أحمد يقول: السياسيين يختلفون يتصالحون على المكاسب والمنافع والسلطة، ويضحكون على الناس بالشعارات الكاذبة، يعني إيدك والهوى عزيز المواطن، فعليش خابص روحك وحامي هالحماوة. أيضا ضمن التغريدات المهندس علي جاسم يقول: تحالف الفتح وسائرون مثل طابوق المنهولة سافينكس من، والله حرام ما افتهمت هاي اللي يقصده. عموما ضمن التغريدات أيضا عباس يقول: جريمة لا تغتفر هذا التحالف، كنا ننتظر إعادة الانتخابات أو حكومة طوارئ والتجديد للبرلمان الحالي لأربع سنوات قادمة، خصوصا بعد حرق الصناديق والمطالبة من علاوي والجبوري والمالكي بإعادة الانتخابات. كيف لسائرون والفتح أن يتحالفوا ويشكلوا حكومة؟ يطرح هذا التساؤل. نراكم بعد قليل مشاهدين الكرام بفقرة بعد الهاشتاج. مشاهدينا الكرام بفقرة بعد الهاشتاج، طبعا الجميع يعلم من هو محمد صلاح، النجم المصري لاعب كرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك طبعا بهذه المناسبة نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم. ولكن خرج من العراق محمد صلاح العراقي كما يطلق عليه أصدقائه، فنشاهد. أنا اسمي حسين علي من بغداد، عمري 20 سنة، أنا ألعب كرة قدم مع نادي رديف الزهرة، والناس يسموني محمد صلاح العراقي.
حسين علي انت شبيه محمد صلاح لقرب سمعته فاي فشي حلو هذا اعتز بي انا قمت شلون اقول سعيد بهذا الشيء. اكثر من شخص يشوفني بالملاعب يجون يطقون وياي سلفيات الصور منطقتي شجعتني بين محمد صلاح الحمد لله وشكر يعني قدرت اكسب جمهور او ناس ومحبين لحسين علي هذا الشيء سعيد بيه. انا ميت ان توصل تتحقق من خلال محمد صلاح اني شاهد من قناه التلفزيون شاهد تصويرات حسين علي بالاعراب. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة وإلى اللقاء.